لو حد قالك ان الحياة الصحية غالية او محتاجة ميزانية جامدة يبقى بيضحك عليك. الحياة الصحية هي مجموعة اختيارات بتعملها في اليوم على حسب اللي معاكوا وعلى حسب الظروف، بس هتلاقوا دايما الموضوع سهل ومش محتاج اختيارات كتير لو انتوا عرفتوا تظبطوا ده. اول حاجة ما تجبروش نفسكوا تشتروا الفاكهة او الخضار مش في الموسم بتاعه لانه بيبقى غالي، ومش شرط يكون من محلات غالية، ممكن يكون من المحلات اللي في الشارع، بيكون طازة اكتر وبيوفر اكتر. لو عرفتوا تظبطوا على قد ما تقدروا الحاجة اللي بتشوفوها برا تعملوها في البيت احسن، هيوفر معاكوا فلوس كتير وهتلاقوا نفسكوا عملتوا كميات كويسة، وان اكل برا حتى لو شكله حلو تقدروا تعملوه في البيت بكل سهولة. ده كمان لما تعملوه في البيت هتتحكموا في الكميات وتقدروا تعملوا حاجات اكتر. ولو عجبتكوا حاجة بس سعرها مش مناسب، لو اتعلمتوا بتتعامل ازاي وعملتوها مرة او جربتوها تاني مرة ونجحت معاكم مش هتبطلوا تعملوها. الفاكهة المتقطعة خدوها من البيت، والشاي والقهوة ممكن تاخدوه من البيت معاكم بدل ما تصرفوا فلوس كتير برا. حتى سناكس قبل او بعد التمرين، الموضوع مش محتاج مهارات فظيعة في الطبخ، كل اللي محتاجينه تكونوا بسيطين على قد ما تقدروا وتخلوا الحاجة شكلها حلو، تستفيدوا بالعروض والسيل واستثمروا في حاجات تكون معاكم على طول. ولو حاجة بتحبوها بس ليها بدائل أرخص هاتوها طالما جودتها كويسة. قولوا لي بتوفروا ازاي عشان تمشوا على التراك الصح.